الأمنيات ما قهرني في حياتي إلا ثلاث، هي في مقام بايتي على الله. بايتي على الله بالشكل التالي، والبيات على الله يكون التشريق في السي والفادياز، هنا أي الربع تون يكون في الفادياز وفي السي، السي والفادياز التشريق كما قلت لاحظ هنا في السي والفادياز. فسنأخذ إيقاع إماراتي أو بنداري على سرعة 78 ونقوم بالسولو الأول. لاحظ معي، يبدأ من الله من هنا ويكون الربع تون في الفادياز والسي. لاحظ أحاول تبطئ أكثر. لاحظ من الله من هنا، لا لا سي سول فا مي ري، لا لا سي سول فا مي ري، لا دو مي مي را ري دو ري مي دو سي دو ري دو سي لا. الآن سنبطئ الإيقاع، نأخذ على سرعة 70 لتفهم أكثر. نتمنى أن تكون هذه الحلقة مفهومة، وإلى اللقاء.